ما هي الظلم الأول، لأن ده بقى الشرك بالله، هذه الحقيقة الأولى، حقيقة الدين الأولى أن لا تشرك بالله شيئا. وكون قال الشرك بالله مش الإيمان بوجود الله، يدل على أن الإيمان بعدم الوجود ده مش وارد، لأنه ما يصحش يتأتى، لأن الإنسان الذي ولد فوجد كونا فيه سماء وفيه أرض وفيه شمس وفيه قمر وفيه هواء وفيه مش عارف أرض، لا يمكن أن يدعي أنه فعله لأنه طرأ عليه. وما دام أنا طرأت عليه مش ممكن أدعي أن أنا عملته. ليه؟ لأنه طرأ علي وأنا لسه لي قدرة. الله. لأن أنا صغير، مولود صغير، ما عنديش قدرة أن أعمل الحكاية دي. ولذلك ده السبب في أنهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لأنه اتوجد كده. الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لا. لأنهم طرأوا على موجود، طرأوا فوجدوا سماء وأرض، الطارئ على موجود وهو ضعيف لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يقول أن أنا اللي عملته؟ لا يمكن. هذا السبب إن الاثنين دول ما قالش حد منهم. الله. من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه؟ الله. 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 يبقى إذا عدم الإيمان بإله دي حمق عقل، لأنه لا يرد على العقل. نعم. لأن الحاجات اللي وجدت لي قبل أن أخلق وأنا خلقت فوجدتها، لازم يكون حد أوجدها. نعم. فلما حد اوجدها وبعدين جاء رسول قال بالكم من الايه اللي اوجد دي؟ الله. ما هو ما حدش ادعاه. نعم. وصاحب الدعوه هي له حتى ياتي من يعارضها. الله. وما دام ما عارضهاش حد يبقى خلاص ثبت الان. نعم. فلذلك ما جابش الوجود. نعم. انما جاب الشرك، ان تشرك بالله، مش ان تقول لعدم وجود الله. لا بقى كلمه وجود الله ده امر ضروري. نعم. بس بقى الآفة انك تيجي عنه شريك في العمل. الله. طب وانا حاجة عنه شريك في العمل ليه؟ طب الشريك ده جه منين؟ ما نشوف الشريك ده جه منين ازاي يعني. نشوف صح. ها؟ نعم. طب ما هو الشريك هو اللي منعنا منه عدم الوجود في عدم الوجود، وقلنا نعم. من خلقهم لا يقولون الله، برضه يمنعنا في الشرك. ليه؟ قال لك لان بالعقل كده لما يجي رسول يقول الذي خلق الكون هو الله وحده، اللي بيدعوا شركاء، الشركاء قالوا ايه ساعة ما سمعوا الدعوة دي؟ ماذا قالوا؟ يقولوا ايه يعني؟ هل قالوا لا ده احنا اللي خلقنا؟ ما قالوا ذلك، لأنهم لا استطاعة لهم أن يقولوا، لأن فيها أصنام. نعم. طب إذا كان الله قد قال أنا الذي خلقت، وما فيش شريك قال لا ده أنا اللي خلقت، ده أنا اللي كنت بعاون، يبقى برضه بطلت قضية الشرك كما بطلت قضية إلحاد بعدم وجود. الله. لأن صاحب الدعوة هي له إلى أن يقوم الدليل على غيرها. أنا قاعد في بيتي ويا 10 جالسين. نعم. وبعدين انصرفوا فوجدنا حافظة نقود، الخادم قال ده حافظة النقود دي. نعم. فقلنا هو بيتصل من إيه؟ من الناس اللي كانوا، نسألهم مين اللي ترك وقف منه حافظة النقود. قعد يتصل وهو بيتصل كده دايما لما لا ما وقعش منه حاجه، فوجئ الباب انه يخبط وجاء واحد قال والله انا كنت عندكم دلوقتي ومحفظه النقود بتاعتي سبتها. نعم. ولم يدعها احد من التسعه. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ تبقى بتاعته. نعم. قال انا الخالق، ولا حدش قال لا ده اني. الله. ثبتت له. نعم. 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 ثبتت له. نعم. 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 ما هو السحر أولا؟ نعم. السحر هو تخيل شيء غير موجود بأنه موجود. نعم. ولذلك السحر تخيل فقط مش قلب حقائق. ولذلك هذا هو الفرق بين معجزة موسى ومعجزة سحرة فرعون. نعم. الحق سبحانه وتعالى أراد حيروح لموسى، حيروح لفرعون، موسى حيروح لفرعون. نعم. وفرعون مشهورين بالسحر. نعم. فجاب له معجزة من نوع السحر لكنها فوقه. ازاي؟ قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. هي عصاي. اولا موسى في الجواب زوده، لانه لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب ان يقول عصا.
نعم كده. قال له هي عصايا وعصايا، يبقى زود حاجتين اتنين، هي وليه. اه هو بيقول له ايه اللي معاك؟ كان يقول له ايه؟ عصا، عصا بس. نعم. انما واحد بيخاطب ربنا يعملها اصل كده وياه، ولا يطول يطول طوله بخطاب الحق. اه ومش قال هي عصايا وسكت. اتوكأ عليها. هو قال لك انت بتعمل بقى ايه؟ واحشي على غنمي ولي فيها معارب. الله انت زودتها قوي. لكن لقاها زودها عن المطلوب لانسيه بخطاب الله. نعم. فقال ولي فيها مآرب اخرى، يعني اقفل بقى شويه. قال له دي رايك فيها. القها يا موسى. فالقاها موسى فاذا هي حيه تسعى. الله. اوجس منها خيفه، ما دام حيه لازم يخاف. الاشكال في خط. فاوجس منها خيفه، لانها لو القيت وصارت عصا ما يخافش. انما هو خاف لما بقت حيه. قال له ما تخافش، سنعيدها سيرتها الاولى، خذها ما تخافش. الله. طب وعمل له الحكايه دي ليه؟ قال له لانه حيظهر الى فرعون، وفرعون مشغولين بالسحر، فما ادناهوش انه يبقى التجربه عند فرعون، لا التجربه عندنا احنا هنا. نعم. عشان لما يخاف يفهم انها مش حقيقه، ده واقع. لكن اللي هناك ساعه ما يشوفوا الحب ان الزهر يشوفوه انه تعبان. نعم. انما الساعه ما يشوفش انه تعبان. نعم. ولذلك لما جم السحر بقى وجمعوه وألقوا ما أنتم ملقون، وراحوا ألقوا الحبال بتاعتهم. نعم. وبعدين موسى ألقى الإيه؟ العصا. نعم. قامت لقطت الإيه؟ الله. ما شافوهاش عصا، لأن الساحرة يرى الشيء المسحور على حقيقته. نعم. إنما الناظر هو اللي يشوفه. نعم. ولذلك إيه؟ يخيلوا إليهم من سمع أن تفعل. سحروا أعين الناس. الله. العين هي اللي انسحرت مش الشيء. نعم. أم لما هم شافوا كده قال ده مش سحر بقى، ده عملية تانية. نعم. أم خروا سجدا. الله. ليه؟ أم قال لك ده مسألة غير نظرهم، لأن الساحر يرى الشيء كده على حقيقته. نعم. إنما دول شافوها حية وبتسعى وبتلقى. نعم. فلما شافوا الحكاية دي قالوا ده مش شغلتنا بقى، ده شغل أعلى منا. ولذلك إيه؟ طب قالوا آمنا بموسى؟ قالوا آمنا برب موسى معه. الله. لأن دي مش شغلتنا. الله. يعني يبقى إذا ما هو السحر؟ تخيل العين أو تخيل العين لشيء على غير حقيقته. الله. خلاص؟ نعم. أنا لما أخيل الشيء ده للعين على غير حقيقته. نعم. زي ما قال ربنا في آياته ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. قال لك الشيطان جنس من الخلق خفي. نعم. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. نعم. وله قدرة على ما لا تقدرون عليه. نعم. لأنه أصل مخلوق من نار، وأنتم مخلوقين من طين، والنار إشعاع، والطين جسم كثيف له مادة. يشوف اللي مخلوق منه، التفاحة مثلا مخلوقة من الأرض. نعم. لو أنا حطيت في كفاحة وراء جدار وأنا قاعد كده، هل أثر التفاحة يأتي؟ ليه؟ طب حطيت قطعة نار وراء الجدار أثرها يأتي؟ بعد مدة لاقي الجدار إيه؟ سخن لأنها نار تتغلغل في الأجدار وتنفد من الجدار، لأن فإذا الشيطان يجي إيه؟ يخيل الشيء القبيح له قدره على التشكل. نعم. ومشكل نفسه زي القناع اللي بنعمله الوش اللي بيخوف ده. ونجيبه نلبسه كده. يعمل نفسه قناع مقيف قذر، ويجي على وجه المراه ويضعه كده، الراجل يبص يقول انا شايفها قرد. يا سبحان الله. هذا يخيله اليه. يبقى الجن له قدره على هذا التخيل. نعم. انما الحقيقه ما يقدروش عليها. فبنلجأ بقى لإبطال السحر إلى واهب الحقيقة. نعم. قال ولذلك وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله أن يريد الله الضرر. إزاي؟ أم قال لك لأن مثلا واحد معه بيكره، نعم، وعايز يتخلص مني، وأقدره الله على أن يشتري مسدس، وعلمه اتعلم ازاي يضرب النار وازاي يصوب وازاي يحط الرصاصة، وقعد كده قبل قلبي ينشن علي، هو قصده ان يعمل فيه ايه؟ ان يقتلني، ويمكن يحرك الزناد بالفعل. في ساعة ما هو بيحرك الزناد يجي برغوث يقرصني ولا اي حاجة كده، هو ما باغت الحركة. يبقى اذا الذي يسحب يقصد الضرر، انما لا يتم الضرر ما دام الله لا يريده. الله. نعم. الله. الله. يبقى السحر ليه باطل؟ لانه يفسد العلاقة بين الناس بوسائل الوهم والتخيل. نعم. ودي يتأتى من البشر. نعم. يعني يجي واحد برضه يودود في ودن واحد ان امراته مش عارف كذا وانه ويفسد ولا ما يفسدش. فالجن يستطيع ان يصنع هذا بانه يتشكل بشكل قبيح، الرجل يبص لمراته يلاقيها مش هي الشكل اللي مش عارف ايه. فإياكم والسحر انه يقلب الحقائق. نعم. وما دام يقلب الحقائق يفسد السلوك. نعم. لان الانسان يضطر يعمل سلوك مش هو يعني. نعم. نعم. ايوه، لان قتل النفس عدوان لا على النفس المقتولة. نعم. ولكن عدوان على من اوجد النفس المقتولة. الله وهب الحياة وانت عايز تزهق الحياة، ده مش عدوان علي، ده عدوان على واهب الحياة للنفس. أكل الربا، ما هو الربا؟ نعم. الربا زيادة تطرأ على أصل الخرط بغير عمل. القرض ده أنا واحد بيقترض، بيقترض ليه؟ ما الذي دعاه أن يقترض؟ نعم. إيه اللي دعاه يقترض؟ احتاج حاجة، احتاج. نعم. طب واللي أعطى القرض قادر ولا مش قادر؟ قادر. يبقى فيها اثنين. نعم. العنصرين موجودين. نعم. قادر على أن يعطي ومضطر أن يأخذ. كيف تطلب من الذي لا يجد شيئا أن يعطي الشيء وزيادة عليه؟ ده هو ما عندوش قاعدة. نعم. وكيف تطلب لواحد عنده مال ان نزوده بالحرام، بيدي 100 وعايز اخدها 110؟ يبقى 110 دي الذي اخذ 100 ما عندوش الاصل، تبقى انت عايز منه الاصل وزيادة كمان عليه. طب واللي اقرض واحد 100 يبقى معناه انه واجد. نعم. ما دام واجد عايز اللي مش واجد يزود له ماله، ده هو ما اقترى إلا أنه غير واجد. نعم. وهذا ما أقرر إلا أنه واجد، فكيف تطلب من الواجد من غير الواجد أن يزيد مال الواجد؟ اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، لأن من مات أبوه وهو العائل له ولم يبلغ مبلغ الرجال ليعول نفسه، يبقى إنسان وجد ولا فيش مصدر له لاستبقاء الحياة. فكان من الواجب إن المشرع يشرع لمثل هذه الحالة ما يعوض اليتيم عن فقد أبيه. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل ذلك نفسه، يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. ليه؟ صلى الله عليه وسلم. لأنه خلف أباه اللي كان مفروض أنه يبقى موجود عشان يربيه وينفق عليه. نعم. فاللي يقوم بهذه المهمة يبقى كأنه قام مقام الأب. نعم. والأب نفسه كان قائم مقام مين؟ مقام الحق، لأن الحق هو اللي استدعى المولود إلى الوجود. نعم. واللي استدعى إلى الوجود يبقى يتكفل برزقه ونفقته. نعم. فإذا الذي يكفل اليتيم إنما هي يد الله الممدودة إلى خلق الله. الله. النبي ما يجعلش فيه يعني ميزة إلا أن يجعله إيه؟ معه في الجنة هكذا. الحق سبحانه وتعالى حينما يصنع ذلك يربي في اليتيم معنى
هذا المعنى ما يحقدش على ولد أبوه ما ماتش، لأنه لما يلاقي بقى يتيم وبقى مضيع ودك وأبوه موجود وعايش يبقى يحقد على كل إيه؟ كل ولد له أب. ويخطئ الله يقول له يا رب انت ليش ماذا خليت ده يا أبوه؟ يقوم لما يموت اليتيم ويجد من يعوله يبقى يهون عليه فقد أبيه، لأنه إن فقد أبا فقد وجد آباء. الله. يقوم لما يفقد الأب ويجد آباء قلبه لا يشتغل بالحقد على ولد مثله أبوه موجود وبينفق عليه. نعم أدي الميزة. شيء آخر، أن اليتيم لازم يرعى رعاية ذاتية له، مش لسبب آخر يتعلق بالدنيا. ولذلك ربنا عمل حصانة، هذه الحصانة قال من مسح على رأس يتيم يبتغي بها وجه الله فهو جليس في الجنة صلى الله عليه وسلم. إيه يعني يبتغي بها وجه الله؟ لأنه قد يمسح على رأس يتيم لأن أمه جميلة وعايز يتقرب لها، يبقى هو عايز إيه؟ أن تكون لله. وبعد ذلك لما رب اليتيم مش بس كفلت تربيته، لا، وإذا كان له من الميراث شيء أديره أنا بأمانة، أنه ما يقدرش يديره. ولذلك ربنا قال مال السفيه اللي ما يقدرش يدير ماله ما هوش ماله، بل مال القائم على الأمر. ولذلك إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الله، لأنها مالي أنا، مدام ده سفيه ما يقدرش يبقى مالي أنا كإنسان مسلم. كفالة الإيمان تخليني أعتبر ده مالي أنا وأخذه أسمره. فإذا بلغ اليتيم الرشد أو السفيه الإدراك والعقل، ربنا يقول فادفعوا إليهم أموالهم. الله. يبقى نسب الأموال هنا للإيه؟ لليتيم أو للسفيه، ونسب المال الأولان للإيه؟ لمن يتولى الرعاية، لأنه إيه؟ ماله هو وليس مال الإيه؟ مال اليتيم. فإذا ما حدث ذلك فقد الولد أباه، يبقى وجد آباء. يبقى ما يحقدش في المجتمع. ولا يحقد على، ويمكن لما يموت أبوه يمكن يكون في حالة أرغب، لأن ده بده يعينه وده بده يعينه وده بده يعينه وده بده يعينه. يبقى حالته أرغب، يقوم ما يتمردش على قدر الله في شيء من الإيه؟ مما قدر عليه. الحق سبحانه وتعالى شرع منهجا. شرع منهجا يريد له شيئين. الدوام والتضحية. أما التضحية ففي شهادة على أن من يضحي بنفسه من أجل المنهج يبقى ما على ثقة في أن نفسه لا تذهب هباء، بل سيجد حياة خير من هذه الحياة. ولذلك قال هنسميهم ايه؟ احياء عند ربهم يرزقون. الله، يبقى ده يدل على الغنى. يقول لك يا سلام، بقى ده ضحى بنفسه. قال لك ايه ضحى بنفسه؟ لانه وعد او صدق بان في حياة تانية خير من هذه الحياة. يبقى ده رسخ المبدأ في النفس. يقول لك لو لم يعتقد ذلك ما ضحى بنفسه. يبقى عايزين معارك يبقى فيها شهداء. خلاص. وعايزين بقاء لبعض الناس عشان يحملوا المنهج. فأنا عايز حاجتين اثنين، شهيد يثبت صدق المنهج. خلاص. وغير شهيد يثبت وقاء المنهج. يبقى عايزين حاجتين اثنين. فالذي يتولى يوم الزحف، الزحف ده معناه اجتماع كل القوى لمجابهة العدو الذي لا تقدر عليه طائفة. اسمه الزحف. واحد يهرب من ده يبقى عايز يهدي بالمبدئين الاثنين. المبدأ الاول انه هو هرب من هذا لانه خايف يموت، يبقى معناه مش فاهم انه لما يموت حيروح الى حياة الخير. وبعد ذلك ايه؟ وتولى يوم الزحف، يبقى ايه اللي هيحصل لما يتولى يوم الزحف؟ يقوم العدو ينتصر علينا. انتصر عندنا، يبقى مفيش بقاء للمنهج. والله يريد امرين، بقاء المنهج والدليل على صدق المنهج. فصدق المنهج بالشهادة،
والبقاء للمنهج بالحياة. الله. نعم. وقذف المس... ولذلك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة عشان يتفقهوا في الدين. الله. نعم. عايزين دي وعايزين دي. نعم. نعم. لأنك إن قذفت محصنة محصنة ما بتعملش شر، بتعملش خير بالباطل، يبقى معناه إيه؟ زننتها بما لم تفعل. نعم. يبقى إيه اللي يجرى بعد كده؟ البريئة نالها شيء من الكذب، يقوم ده موازين الحياة تختلف، وتبقى البريئة تصاب بالإيه؟ بالسوء وهي غير مسيئة. يتشكك الإنسان في آله، في بناته، يتشكك الإنسان في زوجاته، يتشكك الإنسان في أمه، فدي تعمل ذعر اجتماعي في المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب لها كل هذه المسالك ويعطينا خيرات هذه المواهب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.